السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. احنا جيناكم اليوم بالجديد هو اننا غادي نهضروا على بدر هاري. بدر هاري هو البطل المغربي، بطل المغربي اللي رفع الرايه ديال المغرب للفوق، رفع الرايه ديال المغرب اللي ما قدروش بزاف انهم يرفعوها، لا في المجالات الاخرى في كره القدم، لا في اي مجال ما قدروش انهم يرفعوا الرايه. جاء البطل المغربي اللي كبر في هولندا وما نساوش انه فضل انه يرفع الرايه المغربيه عوض الرايه الهولنديه. تعرضت عليه الجنسيه الهولنديه انه يلعب بالقميص ديال هولندا، رفض. المهم هذا البطل معروف في المغرب كامل، معروف براد المغرب، معروف في العالم، الصديق ديال كريستيانو بدر هاري اللي في الوزن ديالو سيطر بالطول وبالعرض، غلب ابطال عالميين، غلب ابطال كبار. هذا بدر هاري هو كان كيحتز بالانتماء ديالو للمغرب، كان محافظ على اللهجه المغربيه، كان دائما كيفرح انه يهز الرايه المغربيه. المهم انه في المسار ديالو كان ناجح، حتى جا واحد الوقيته فاش تحداه ريكو، لعب مع ريكو واحد المقابله اللي كنا كلنا كنتفرجوا فيها على اساس اننا مغاربه وبغينا مغربي يربح وبغينا انه يهزم ريكو. جات الإصابة ديال بدر هاري اللي مشكوك فيها، أنا كنقولها وكنتحمل المسؤولية أن ديك الإصابة، من بعد الإصابة ما ورونا كما كنقولوا المغاربة لا راديو لا حتى شي حاجة كتبين أن الإصابة، والطريقة باش تصاب ما بيناش، ما كايناش شي ضربة زعما إن كان كيضرب الراس وقعت ليه هذيك. ممكن حنا ما كنستبعدوش الإصابة أنها تكون، إلا أننا خصنا نحطوا جميع الاحتمالات بدون تعصب، بلا اللي كيجي كيقول لك لا بدر هاري راه تقاس بالصح، ولا كاين اللي كيقول لك لا بدر هاري دارها بالعاني. حنا غادي نخليو المجال لكم أنكم في لي كومونتير تعطيونا الآراء ديالكم، الإصابة الأولى واش بالصح ولا بالعاني. المهم غادي نمشيو درجة درجة. تصاب في ذاك اللقاء، وقف ما قدرش يكمل، قال الحكم أنه راه تصاب في المرفق ديالو، حبس المقابله، احتفل ريكو، رجع بدر هاري قال لهم غادي نتشافوا وغادي نعاود نتحداه، دار معاها عاود تحدي انه غادي يلعب معاه. كما كنعرفوا هذه المنافسه هذه كيتسيطر عليها شركه القمار، الناس اللي يعمروا كيقولوا زعما واش هذا يغلب ولا هذا يغلب. ديك الشركه داكشي كتدخل ديك الشركه ما يصدقوش العقل، لان كتدخل اموال كبيره وكبيره بزاف. المهم هذا اللقاء الثاني فاش تحداه جاوا لعبوا، سيطر بدر هاري وطاح ريكو جوج ديال المرات، اللي كيبين ان كان استمر بدر هاري في النقاط غادي يفوز بالمقابله. تجت واحد اللقطه فين بغى يضربوا بواحد الطريقه اللي طيح بها بزاف ديال الملاكمين، كان استغربوا لان ديك الضربه ما تقوليش انها هرساته ديك الضربه. نعاودوا نشوفوا هذا، يعني الى القفاز ديال ريكو هو اللي هرس الرجل ديال بدر هاري اللي كيضرب بها الريوس ويضرب بها الرجلين ويضرب بها اليدين ديال الملاكمين. هادشي راه كيدير الشك في الراس. وواحد القضيه اخرى، الا كانت هاد الضربه غادي تهرسو وكما وراو هاد الصوره اللي وراو دابا اللي كتداول نشوفوها، يعني يكون العظم تفارق مع العظم كما في الصوره، ملي بغى يوقف عليها كان الرجل غادي يتطور، لانش بقى راه العظم هو اللي شاد الرجل، بقى اللحم غادي يوقف لك الرجل. نكونوا واقعيين، وهاد الصوره مغلوطه، لان كما كنشوفوا راه الكاحل فاش تصاب فين قالوا ان الكسر كان. هذا حنا كنمشيو درجه درجه، في الاول قالوا الكسر، يعني وكان الكسر ما غاديش توقف الرجل كامله. حضرت انا الناس تهرسوا في كره القدم والناس تهرسوا في هذا، ملي كيكون كسر مزدوج ولا شي كسر خايب راه من الوقفه كيتلوى الرجل. شكون واقعي؟ ثاني حاجه، ماشي البلاصه ديال التهرس هذه، لان هذه اللي في الصوره راه الفوق هنا الفخذ، اذا كنشوفوا الفوق كنلقاو راه اولا. وثاني حاجه هي انهم قالوا ماشي الكسر، يقول لك في اربطه الكاحيل. دابا يرسيو معنا حاجه واحده، واش الكسر ولا في الاربطه؟ الا كان الكسر
راه كتكذبوا على الشعب. الكسر غادي يوقف غادي يطيح غادي تلوى الرجل، لان داك الكسر اللي وريتو لنا راه ماشي شق ولا شي كسر بسيط، راه العظم تفرق مع العظم. كيفاش العظم غادي يتفرق مع العظم وغادي يبقى الرجل واقف هكا وبرك عليه باش يوقف وبقى الرجل في بلاصتو ما تلواش؟ غادي يشرحوها لنا انتم اصحاب الاختصاص. ثاني حاجه الى الكاحل عاود اللقطه، شوف واش ما فهمتش، نعاودوا اللقطه، عاود اللقطه شوفها مزيان. واش القفاز اللي بونج غادي تضرب فيه الرجل وغادي تلولك الكاحل وانت داير الباندات وانت زعما بروفيسيونيل؟ كما كنهضركش على واحد هنا يقدر غير يزلق برجله هكا مشات ليه الشوفيه ولا مشات ليه الركبه، لا كنهضروا على واحد بروفيسيونيل بالباندات ديالو ومريقل وكيضرب الناس بالكا وهذا، وهاد الضربه غادي يتصافيها. واش هاد الزهره دابا باش غادي تصاف في جوج مقابلات؟ زعما هادشي كيدخل الشك. انا ما كنحكمش، الحكم كما كنقول لكم في لي كومونتير تعطيونا الاراء ديالكم. واش الشركات ديال القمار تدخلات وبدر هاري ما بغاش السمعه ديالو تطيح انه يطيح بالكا ولا يخسر بالنقط، قال لهم اودي نسحب بطريقه مشرفه باش تبقى حتى الصوره ديالي مزيانه مع الجمهور ديالي وريكو اعترف بدر هاري باش ما يطيحش زعما الصوره ديالو مع الجمهور؟ هادشي كيدخل زعما ما فهمتش. وتا الاصابه الاصابه ديالو ما بينوش حتى، لان في كره القدم ملي كيتصاب شي واحد كيلونسيو ديك الصوره ديال الركبه ديالو ولا ديال هذا باش يوضحوا في المؤتمر الصحفي ها الاصابه ديالو ها شحال غادي يبقى ها شحال كذا باش يرجع. هادو قالوا كسر، لونسوا تصويرات الكسر مغلوطه، العظم فرق مع العظم والرجل واقفه، هادشي راه سحر. قالوا الاربطه وراوها راه بالحكاكز تما الاربطه. واش الاربطه قالوك زعما انه ما غاديش يغيب بزاف؟ ربما من الشروط ديالو انه باش يرجع يلعب مقابلات اخرى. احنا كمغاربه بغينا يغلب وبغينا يفوز، احنا ما كنقولش على انه ضحك على الشعب ولا هذا، احنا هادو شكوك تحللوا غير داكشي اللي كنشوفوا. احنا ماشي اختصاصيين، ما عندناش مع نوع الرياضه، احنا داكشي اللي كنشوفو كنحللوه. الا كان كسر الرجل ما غاديش توقف، اربطه ضرب رجلك مع قفاز مع بونج وكون ماشي حتى الراس، والرجل اللي غادي تهرس في الراس امو الراس راه خصو يطيح بالكاو خصو يدخل في غيبوبه، شد ضرب في الراس ويتهرس لك الرجل وداك ما طاحش، ديك الضربه راه ما طاحش بها. قفاز فين ضرب؟ ضرب رجلك انت بروفيسيونيل، ضرب رجلك مع بونج وتصاب اصابه في ان ما تقدرش توقف عليها. ممكن راه ماشي ما كنستبعدوهاش ممكن، ولاني في مقابله بحال هذه وقبل منها ديال اليد عاود دابا الرجل، ماتش اخر يتسناو حتى يحطوا الناس فلوسهم على بدر هاري ويشد عاود ظهرو، ما بقينا فاهمين والو. واش كيديروا هذا الشيء من اجل المال؟ لان في البرنامج الهولندي فاش سولوه قالوا ليه شكون الدافع ديالك انك تلعب هذه المقابله وشكون هذا؟ قال لهم هذه المقابله لعبها من اجل البنات ديالو زعما باش يدير لهم مستقبل. هذه باينه مستقبل، راه الا جاوا الشركات ديال القمار قالوا لك اودي راه حطوا الفلوس بزاف الناس على بدر هاري، هذا الماتش الا ضاع شحال غادي تشد؟ راه ممكن. احنا ما كنتهمو حتى شي واحد، ولكن خصنا ما نكونوش بحال القطيع غير غادي نوها خسر يخسر بدر هاري تهرس عاود في الرجل ماشي مشكل، برا نعاودو نتبعوه يقدر يخسر. مره بدنا نخدمو عقلنا ونشوفو دوك الحركات ياك ما كاين تلاعب ياك ما كاين شي حاجه، راه هادشي راه تقال وهادشي داير على ان الشركات ديال القمار مسيطره بزاف على هاد النوع ديال الرياضه. اذا نحن كمغاربه كنتمنوا الشفاء العاجل لبدر هاري، لا كان دايرها بالعاني لا كان دايرها بالصح لا مهرس بالصح، المهم كنتمنوا انه يتشافى ويرجع ويرفع الرايه ديال المغرب الفوق، يكونوا كيمثلوا ولا ما كيمثلوش حنا كنخليو داكشي لصاحب اصحاب الاختصاص وليكم نتوما الا كنتو كتفهموا، والا كان شي واحد
ربما يكون شي واحد حسن منا في هذا الشيء لي كومونتير كنقراوهم باش نشوفوا نستافدوا، ربما شي واحد عاود عنده شي افكار اللي كتبين لك ان داك الشيء اللي كيقول انه صحيح نقدروا نقراو ونشوفوا. كنتمنوا انكم تابوناو وعطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير. واش بدر هاري خسر؟ واش ريكو زعما واش ريكو غلب بدر هاري بنزاهة؟ واش بدر هاري باع الوهم وضحك على المغاربة والجمهور ديالو؟ واش هادشي كله كذوب وتمثيل؟ كنشكركم بزاف، السلام.